رمضان صبحي بالنسبة لي مختلف عنه، لأن أنا شايف إن رمضان مستقبل، لعيب عنده مستقبل، لعيب عنده إمكانيات كبيرة جدا جدا. فالأمور المالية مش توقيتها دلوقتي، يعني قصدي إن 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 بإمكانياتك هتجيب اللي أنت عايزه بعد كده. فأنا كنت أتمنى إن رمضان يطلع بره مصر، لا يستمر في الأهلي ولا يروح زمالك ولا يروح بيراميدز. أنا كان بالنسبة لي شايف إن رمضان يكون يلعب بره مصر وهيجيله بعد كده فلوس، لأن لما نيجي نبص على تجربة صلاح مثلا، بازل، بعد كده راح تجربة تشيلسي ما وفقش فيها، بعد كده نابولي، روما، لحد ما بقى محمد صلاح، لحد ما وصل للأرقام اللي هو عايزها. نفس الحكاية رمضان صبحي كمان كان عنده الفرصة دي، إن هو بس هو اختار الطريق السهل، إن هو هيستفيد بفلوس كويسة. فكل واحد على حسب طموحه، كل واحد يعني النهارده كل الناس صلاح ملهم، رمضان صبحي كان ممكن يبقى كده، بس هو اختار الطريق السهل، هو شاف ان جاله رقم مادي كويس مع بيراميدز. طبعا تفكير غلط، طبعا في السن ده تفكير غلط، وكان لازم يفكر بشكل مختلف، كان لازم يدور بشكل ان 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 المستقبل مش ان انا هاخد فلوس دلوقتي. خلاص انت خدت فلوس دلوقتي وكده، بس رمضان صبحي فين دلوقتي؟ محدش حاسس بيه يعني، ده محدش حاسس بيه بيراميدز، يعني هو حتى بروحش من اهلي الزمالك، يعني هو دور على الطريق لا يعني محدش حاسس بيه بيراميدز كمان، يعني مش من اللعيبه دلوقتي المؤثرين في بيراميدز. انت بتتكلم على ابراهيم عادل، مؤثر في بيراميدز، لعيب بيلعب. عبد الله السعيد نفس الحكايه. فانا اقصد ان اختياري طبعا كان غير موفق النهارده.